خذ 3 وصايا في ليلة القدر. الأول، منذ أن يدخل الشهر وأنت تسأل ربك أن يوفقك لقيام ليلة القدر. الأمر الثاني، لا تفوتك صلاة العشاء والفجر جماعة في ليالي رمضان كلها وفي العشر الأواخر أولى، صلاة العشاء والفجر، لأن من ضيع الأصل لن ينتفع بشيء، العشاء والفجر. ثم قم ولو يسيرا من الليل، ولو يسيرا من الليل في الشهر كله وفي العشر الأواخر أكثر. وقل، يعني احنا قلنا في الأول تستعد من بعد صلاة